موجود هذا الفنار الآن في مدخل محافظة الوجه الأول في البلد القديم. راح ننتقل عبر سناب صوت الوجه إلى موقع الفنار الحقيقي المطل على ميناء الوجه من الناحية الجنوبية. طبعا هذا الموقع الحقيقي لفنار الوجه، بقايا الفنار كما تشاهدون. هذا الموقع جنوب ميناء محافظة الوجه، هذا الميناء وهو مدخل للسفن الكبيرة في زمن بعيد، وهذا الموقع للفنار. طبعا الهدف من إنشائه هو إرشاد السفن القادمة من البحر. هذا بقايا الفنار. أنا الآن خلفي البحر تماما، أصور من الجهة. الآن أنا باتجاه الجنوب، وهذا بقايا الفنار. هذا أكبر جزء من بقايا الفنار. أنا الآن في الجهة الشرقية، هذا بقايا الفنار كما تشاهدون. انشأ عام 1292 هجرية. هذه الجهة الشرقية للفنار كما هي، اكبر جزء باقي من الفنار. هذا الجزء الجنوبي للفنار. وهذا ميناء الوجه. التصوير اليوم 28/7/1441 مع تحيات سناب صوت الوجه إبراهيم البلوي.